أكرم، الوضع في عفرين يزداد سوءا يوما بعد آخر، كيف تصف لنا المشهد هناك؟ نعم، يزداد الوضع في عفرين يوما بعد يوم سوءا نتيجة استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جبهة النصرة وداعش للمدينة بالقذائف والصواريخ، بالإضافة ل من قبل طائرات جيش الاحتلال. الأمر الذي أدى إلى تفضل أكرم نتيجة استهدافهم من قبل جيش الاحتلال التركي وارتكابهم مجازر بحق المدنيين. أمس ارتكب أكبر مجزرة بحق المدنيين، رحى ضحيتها 47 مدنيا، ما زال القصف مستمر على المدينة. يحاول جيش الاحتلال التركي إبادة شعب عفرين الذي في قراه ومدنه وأبى الخروج من المدينة. الآن يحاول تكرار المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الكردي. أمس كانت الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة، في نفس اليوم ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة بحق أبناء عفرين. نتيجة للقصف المستمر من قبل طائرات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، اضطر العشرات من أهالي المدينة للخروج إلى المناطق الآمنة. ألو؟ نعم أكرم، ولكن هؤلاء المدنيين الذين اضطروا للخروج جراء هذا القصف يتعرضون أيضا للاستهداف، فالمرصد السوري تحدث عن 11 مدنيا فقدوا حياتهم في صفوف هؤلاء. نعم، هناك العشرات من المدنيين يفقدون حياتهم. جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون كل مدني داخل المدينة وخارجها أيضا، بالإضافة إلى إبادة أبناء القرى الذين بقوا صامدين في قراهم حتى بعد احتلال الجيش التركي لتلك المناطق والقرى. بحسب المعلومات الواردة من تلك المنطقة بأن جيش الاحتلال يقوم بتصفيق كل في تلك المناطق، والآن يقوم باستهداف أيضا أبراج الهواتف والإنترنت أيضا في المنطقة لتغطية على مجازر التي يرتكبها بشكل يومي بحق المدنيين وسط الصمت الدولي. نعم أكرم، كيف تبدو الصورة في مشفى عفرين وفي مركز مدينة عفرين بعد كل هذا القصف والاستهداف الآن؟ ألو؟ نعم أكرم، هل تسمعني؟ لم. نعم أكرم، كنت قد سألتك كيف تبدو الصورة في مركز مدينة عفرين ومشفى عفرين بعد كل هذا الاستهداف؟ نعم، الوضع مأساوي جدا في المدينة نتيجة استهدافهم بشكل يومي بعشرات القذائف. أمس استهدف جيش الاحتلال التركي المدينة بأكثر من 111 قذيفة وصاروخ وبشكل مدينة جيش الاحتلال التركي ذكرنا قبل العمل بأنه يحاول إبادة شعب عفرين بكافة مكوناته من الكرد والعرب، الشعب الذي احتضن أكثر من 200 ألف نازح من المناطق السورية قبل الآن، النازحين الذين توافدوا إلى المدينة والمنطقة التي كانت تعد أكثر المناطق أمانا في سوريا بشكل كامل بعد الأزمة السورية وتفاقمها يوما بعد يوم نتيجة الصراعات المستمرة بين نظام البعث والمجموعات المسلحة التي كانت تهدف لاستلام مقاليد الحكم في سوريا.